من أخطر الأمور أن تبني إيمانك على فهمك لآية من آيات الكتاب بشكل منفصل عن السياق الذي وردت فيه أي ما يرد قبلها وبعدها وبدون فهمها في ضوء ما تقول كلمة الله ككل في الواقع هذا ما يريدك إبليس أن تفعله وتجربة الشيطان للرب في الهيكل تؤكد هذه الحقيقة هذا ما سنراه في درس اليوم مع كشف لدوافع إبليس الحقيقية وراء هذه التجربه في مكانين باللغه الرمزيه ابليس يخطط جامد قوي في مكانين ابليس بيخطط لهم جامد قوي المكان اللي نقدر نسميه المكان المقدس والمكان المرتفع يحارب فيهم بقى زي محارب في البريه ايه بقى كانت الحرب بتاعه ابليس شويه الحرب دي واضح انها ليها علاقه بالمظاهر الروحيه يعني ليه ليه في الحته دي بالذات ارم نفسك عشان ده اسمه الهيكل كان لما يرمي نفسه من الحته دي ده موضوع هيبقى يعني حاجه اكثر قداسه من حته تانية شكليه الشيطان عايز يستبدل العلاقة الحقيقية مع الرب بعلاقة فيها مظاهر روحية فيها المظاهر الشكل زي ما قال الرب عن الفريسيين امور شكليه يعني ايه يفرق يعني في الموضوع ان يبقى من فوق الهيكل عن من فوق اي بيت في الواقع ما فيش فرق الاثنين نط من فوق لكن واحده فيها شكل فيها مظهر عباده ولا يزال ابليس عايز يخلي ال الأمور الروحية فيها أمور شكلية ومظهرية كتير زي واحد مثلا يبقى يعلق على بيته مثلا صليب ومص شكل مظهر لكن هو عايش حياة من جوة البيت غير كده حاجة شكلية كأن الهيكل لما أطيع الشيطان من فوق الهيكل دي حاجة مش خطية الخداع في المظاهر إبليس عايزك تبقى شكلي مظهري هقول لك آية يمكن عشان تفهم اللي أنا عايز أقوله لما تقرا يوحنا أربعة ده أصحاح مهم جدا جدا قصة خلاص المرأة السامرية هقف قدام آية بس لما الرب قال للمرأة السامرية لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي دي علاقة حقيقية انك تيجي للرب وتاخد من الرب ماء حي. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي؟ هتجيب ماء حي منين؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه الميه دي بقى ميه عظيمه جدا ليه عشان يعقوب اللي شرب منها وهو اللي لنا لا القوه مش من الشكل القوه مش هتيجي من انك زي ما الناس بتعمل تلبس الصليب ولا هو مش هتيجي من هنا مش هتيجي من الامور الشكليه اجاب يسوع وقال كل من يشرب من هذا الماء ده ماء إيه ده ماء شكليات العباده في ناس تاخد الايه ديني ده ماء العالم لكن لا تعرف النص ده الميه دي جايه من يعقوب يعقوب ده راجل عظيم جدا مع الرب نعم ده هو اللي شرب منها وشرب ولاده ولا يقولك شرب منها هو وبنوه ومواشيه واخد بركه تمام من يعقوب بس دي حاجه شكليه من يشرب من هذا الماء الشكلي يعطش خطوتك مش هتبقى مباركة عشان نطيت من فوق الهيكل، لا إبليس يلوث الأمور في التاريخ بقى الأمور الصح بالأمور الشكلية تبقى مظهري شكلي يعني يقول لك مثلا صلي خمس مرات كل مرة انت سرحان ومتشتت وهتاخد بركة ايه البركة لا تاخدها خداع نط من هنا من فوق الهيكل اه أكيد دي قفزة عظيمة جدا لأني منسوبة للهيكل لكن إنت بره مشيئة الرب شكليات خادعة. بئر يعقوب خدع كثيرين عشان منسوب ليعقوب خدع ناس كتير قوي دائرة الأمور الدينية فيها خداع ضخم لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر أجاب يسوع وقال كل من يشرب من هذا الماء اللي باسم يعقوب يعطش أيضا أنا بدون علاقة شخصية اللي عايز مية ملوش دعوة بيعقوب والبئر بتاعه وال... شكليات حينما تهتم الكنيسه بالشكليات ده معناه انها ضعيفه تهتم بالشعارات والشكليات و... كنيسة ابليس يريد ان يشغل الخدام بالامور اللي فيها شكليات ومظاهر واحصائيات واخبار و... الامور الحقيقيه هي كم نفس يراها الرب ثابت كم نفس اتكرست كرست حياتها للخدمة الأمور التي يراها الله وليس الأمور التي يراها الناس هي تجربة دي أساسا تعتمد على أن الرب الشيطان ارمي نفسك حتى مقدس الناس تشوفك تبقى هترحب بيك أنت المسيح. تجربة الشيطان عايز يخليك تهتم بمظهرك الروحي وإيمانك عايز عايزك تبقى مهتم الناس يقولوا عنك ايه؟ الناس يشوفوك ازاي؟ الشكليات يعني لما احط على التجربه رقم اثنين عايز احط لها عنوان اسميها ابليس يريدني ان اكون متدين شكلي يهمني ان الناس يشوفوني خادم عظيم الناس يشوفوني واعظ ما حصلش الناس يشوفوني ده ابليس وهو يعمل هذا لكي يدمرني انت بقى انا واخدك على جناح الهيكل بيقول له حته مقدسه جدا حته عاليه ترمي نفسك من فوق وبعدين انت في التجربه الاولانيه رديت عليا بايه طيب بقى كويس الشيطان ما تجي له من هنا يجيلك من هنا يعني يشوفك انت متجه لايه ويحبك في الحته اللي انت بتعتمد عليها انت معتمد على الكتاب ما رد عليه قال له مكتوب في تسنية ليس بالخبز وحده راح جاب له ايه الشيطان ما بيأس تبقى مثلا تقول عايز مثال اللي انقذك من الخطر اللي انت فيه صديق شيطان يروح بعتلك لك صديق تاني ما انت خلاص بقى حسيت ان الرب بيستخدم الاصدقاء معاك يروح بعتلك لك صديق سيء يعني كان الحته اللي بتاخد منها اللي خدت منها انقاذ يحاول يخليك تمشي فيها بس بطريقه خادعة يعني الرب استند لآية قال كده مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله جاله بقى المرة دي كويس انت استندت على الكلمة يجي. انت استندت على الصداقة يجيب لك صديق وحش انت استندت على ايه ويحاول يجيلك من الحتة اللي انت تكلت فيها اه محتاج ان تكون منتبه في حربك مع ابليس ايه المعنى؟ المعنى ببساطة يعني عشان تفهم اني لا اعتمد على الطريقة اللي الرب ساعدني فيها في الماضي الرب عنده كل وقت ليه طرقه اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله مما انك يعني ابن الله لاني ده اتسمع وانت بتتعمد سما اتفتحت وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب فلانك ابن الله اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إبليس عايز يفسد مصادر المساعدة فالكتاب المقدس مصدر مساعدة عايز بقى يفسد هذه المساعدة فيخليك عايز الرب ما يدققش في الآيات جاب له آية بقى من حتة معروفة لأن المزمور ده مزمور محفوظ اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر إيه رجلك يعني دي في آية بتقول كده ارمي نفسك من فوق في ملائكة انت ابن الله، انت المسيا، انت المسيح. استعرض بقى قوتك، والملايكه هتبقى معاك، والناس هتسقف لك، وناس كتير بقى هتسقف، وخلاص بقى والكرازه بتاعتك تمشي، اعمل حاجه شكليه ضخمه. دي خطه ابليس. و ايه اللي يحميني من كده؟ احيانا تقول لازم نعمل دعايه عشان الناس تيجي المؤتمر ما ممكن تقول لي ده شيء شكلي اه ليحميك انك لما تيجي تعمل دعايه تعملها مع الرب ما هنا الخطة شيء شكلي اعمل شيء شكلي بس لو عمل الشيء الشكلي ده طلع بره مشيئة الآن وجاب له آية ناقصه للأسف إن ده كثير ما يفعل إبليس هذه الأيام هذه الأمور إن يخلي المؤمنين يستندوا على آيات غير كاملة خطط من الشيطان المجال الديني فيه خطط كثيرة وتتعلق بآية وما تتحققش معاك ليه؟ لأنك أنت خدت نص الآية أو ما فهمتش الظروف اللي اتقالت فيها الآية وتبقى الآية متقالة ليه مثلا داود في مناسبه وانت مش في المناسبه دي وتطبق حاجه متطبقش عليك وايه ليها شروط والشروط مش متحققه معاك وتتلخبط الدنيا لانك مش دارس كويس والمثال اللي دايما يقولوه للتوضيح الايه اللي بتقول يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد تاخد الايه دي وتصلي بيها وانت تملا كل احتياج وما ليه لان الايه دي مشروطه لما تقرا النص كله تلاقيها ف في فيها حرف فيملا الهي الفاء دي بتربط ايه انك لازم تبقى عايش في حياه العطاء وبتدي وبتدي لخدمه الرب وتبقى حياتك زي حياه فيليبي وناس شاكره ولما تعمل كده اه الرب هيسدد كل احتياجك ما تقدرش تاخد ايه وناقصة او تفسرها على مزاجك وتاخد ايه ملهاش علاقه بيك خالص وتطبقها عليك هنا جاب له ايه بس استخدامها غلط ليه؟ لأن الآية لما ترجع لمزمور 91 مش بتتكلم عن إنك أنت تروح تستعرض عشان يبان إيمانك للناس. ده استعراض هذا يعني بيغويه بيقول له أنت مش جاي تكرز و... طيب ما ده تعمل ده ناس هيشوفوا فيك حاجة عظيمة جدا خلاص هيأمنوا بكلامك. استعراض وزي ما قلت الأمور الشكلية خطيرة. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إن الرب يحفظك في كل طرقك بالطريقة دي، طرقك إمتى؟ لما تبقى ماشي مع الرب. وتقرا المزمور بقى. لما تبقى في علاقة مع الرب والرب بيقودك يعني الرب مش هيحميك بملائكة، لو أنت رايح تشتغل الشغلة دي بمزاجك، مين قال؟ إن الرب هيحميك. لو أنت رايح سكة تقابل حد وماشي غلط، مين قال إن الرب هيحميك؟ مش هيحميك. انت اخترت مين قال ان انا اطبق الاية لا تدنو ضربة من خيمتك ولما ابقى ماشي بمزاجي وبشتغل بمزاجي وبختار الشغلة دي بمزاجي لا لما قال له في كل طرقك ده الجزء اللي ما قالهوش ابليس معناها في كل طرقك اللي من الرب تبقى ماشي رايح تسافر ومصلي ويا رب لو ده منك ومصر انك تبقى ماشي في خطه الرب اه رب يحفظك لكن لما تروح رايح حفله مثلا مش في مشيئه الرب مين قال ان يحفظك الرب مش لازم الشيطان عايزك تبقى شكلي في العباده عايزك تاخد بدون عمق عايزك ما تفهمش الكلمه عايز تطبق ايات لا تطبق الا في ظروف خاصه عشان تطبقه على نفسك عشان بيضللك هذا ما فعله مع الرب كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك كلام اللي في المزمور يقول لك لانك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك لأن يعني طرقك كلها تبقى من الرب مش هصر أن أنا لازم أشتغل الشغلة دي مش هصر أن أنا لازم أعيش في البلد دي عايز تصر صر بس ما تطبقش المزمور ده بقى و... وتقول المزمور ده يطبق عليا لا ده مزمور يطبق لو أنت ماشي في خطة الرب مين قال ان الرب لما يرمي نفسه كابن الانسان من فوق هو في خطه الرب لا ده في خطه الشيطان رغم ان اللغه كلها لغه روحيه ده خطوره الحرب دي وعشان كده بحاول اوضحها بطرق كثيره ان خطوره الحرب دي ان ليها شكل روحي مين قال ان الرب عايزنا نعمل نهضه مثلا مين قال لازم أصلي ولازم أبقى مستريح ولازم آخد ما ندفعش ورا أفكار وأقول إن الطريقة دي تجيب ناس. آه ممكن تجيب ناس لكن تجيب أرواح شريرة مع الناس. يعني مفيش حماية. وهكذا المؤمن والخادم يحتاج أن يكون في شركة مع الرب. مش فكرة له في مخه الشيطان هيجيب لك أفكار من هذا النوع. تخدم مدارس احد، بتخدم هيجيب لك افكار تعملها وتقول الافكار دي، مع ده فكره عظيمه جدا، يعني انت يمكن النهارده شايفها فكره، لكن دي في لو واحد آآ آآ هيتجرب اه انت عندك وعد، ده فرصه بقى تثبت الايمان، ما فيش داعي تروح المستشفى تعمل عمليه الرب يشفيك اه ممكن الشيطان يعمل كده، في ناس ماتت بسبب تمسكها بايات عن الشفاء لانها ما استشارتش الرب. واعتبرت ان الرب يشفيها من غير اطباء وكان قصد الله ان تشفى بالاطباء. الشيطان خطير اللي يحميني الاتضاع ان انا امتحن اللي في مخي الافكار حتى الافكار اللي شكلها يعني ده فكر فكر يعني اه ده هيبان انك انت محمي هيبان ان في ملائكه هيبان انك انت عظيم هيبان ايمانك كتب المسيح الناس هتجي لك ده, ده, ده انت في الهيكل الهيكل بيدي لك يعني اعتبار حاجه روحيه اه و... وياما ناس طلعت عملت تبشير في اماكن وفشلت ليه؟ لان كان ورا ده الشيطان ما استشرتش الرب اهم حاجه مش انك تندفع بفكره لكن الفكرة دي مؤثرة زي الفكرة العطية الشيطان للرب فكرة مؤثرة جدا وبتستند على آية وفي حتة حلوة وفي حتة مقدسة وناس بتصلي و لكن في النهاية فكرة من إبليس عشان مش من الروح لا تعرض نفسك للخطر لأنك أنت بتجرب الرب الرب أرد عليه قال له في فرق بين أنا بواسخ في الرب وفي فرق بين أنا أجرب الرب قال له يسوع مكتوب أيضا تمسكش آية لوحديها أيضا دي مهمة جدا 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 تمسكش آية لوحديها مكتوب أيضا لا تجرب الرب إليك ما نفسك في مجال خطر كتير بشوف مؤمنين بيدخلوا حروب مع الشياطين غلط. حطوا نفسهم في مجالات خطر جدا. تلاقيه بيحارب ارواح شرسه، بيحارب مين قال لك انك انت تحارب دول؟ ما عندوش اجابه. كل ما كان الامر فيه خطوره والحرب مع الشيطان فيها خطوره لا شك. ما ينفعش ان كنيسه كده تقول اه احنا نحارب الولاه اللي في عالم الروح اللي بيسيطروا على المدينه دي. ما ينفعش الكنيسه تقول كده. اللي داخله في حرب شرسه انما ينفع انها تقاد من الرب. في فرق ضخم ان الرب يقودك وفي فرق انك انت تعمل نفسك جدع كده وتحط نفسك في مواجهه خطيرة عشان كده ما ينفعش المؤمن انه ينتهر الا اذا كان وخصوصا لما تبقى ارواح شرسه ضخمه الا بقياده لازم زي داود كده اسال الرب مره واتنين وتلاتة مش عايز انخدع مش عايز اعرض نفسي للخطر ما هنا ترمي نفسك من فوق خطر تقولي احارب والرب يحميني وانتصر اقول لك اه موافق بس لما تكون الحرب دي اساسا من الرب تقول لي جاري ده في ارواح شريره جايباله له امراض ومعمول له اسحار وانا رحت وصليت معاه وحاربت وانتهرت ايه ده ليه بتعمل كده الرب قال لك يقول لي ده واجب عليا لا لا تعرض نفسك للخطر او واحد يروح يكرس في حته مليانه كوارث وعنف بدون ما ياخد قيادة من الرب. ده يبقى تضليل من ابليس. لا تضع عن نفسك في مكان او في حالة فيها خطورة الا بقيادة من الرب، لو الرب قال لك ده موضوع تاني. لكن تعلم الدرس ترمي نفسك من فوق حالة خاطرة مين قال لك إن ربنا ينقذك مين قال لك لما هتروح تحارب الشيطان الرب ينقذك الرب ما بعتكش تحارب أساسا لما الرب يدعوك إنك تخرج شياطين إنك تحارب تعمل حرب روحية في هذه الحالة الرب سيؤيدك وسيحميك ما تقولش الإيمان الإيمان في شرط عشان يبقى في ايمان انك تبقى في مشيئه الله يعني شفت مؤمنين كتير تعبوا بيوتهم اتبهدلت بسبب هذا دخلوا في مواجهات شيطانيه بدون قياده اخر شاهد هقوله الشاهد بتاع داود سفر صموئيل الاول اصحاح 23 لما قالوا له أخبروا داود قائلين هوذا الأعداء يحاربون مدينة قعيلة وينهبون البيادر زي يعني أنت تشوف إن صاحبك ومتحاجم بأرواح شريرة وعنده الأرواح الشريرة بتشتغل فيه ده زي المثال يعمل إيه داود لك سأل داود من الرب مهم جدا أرمي نفسي من فوق ده يجيب ناس أه للكنيسة أعمل حاجة أعمل معرض أعمل نادي ممكن أعمل نادي عشان أجيب فيه ناس الكنيسة النادي يبقى مكان للشيطان لأن الرب ما قاليش أعمل نادي مش أفكاري لازم تبقى أفكار الرب المهم سأل داود من الرب وقال أذهب وأضرب هؤلاء الأعداء لازم أسأل الرب و ولما دايما اسال الرب ما باش عندي فكر مسبق، لازم ابقى مستعد ان الرب يقول لي لا. زي ما مستعد ان الرب يقول لي اه. العلاقه مع الرب هي مفتاح هام في الانتصار على المخططات الشيطانيه. ما ينفعش تعمل حاجه عشان كل الناس بتعمل الحاجه دي، ما ينفعش. لازم تسال الرب وتبقى متاكد ان الرب بيقول لك انا موافق. الرب ما قالكش اجل الامور دي قاعده الامان لما تبقى شاعر في قلبك انك مش مستريح اقف على طول ما, ما, ما تعملش حاجه استنى لما الرب يديك راحه لان ممكن يبقى ورا اللي بتعمله ده مخطط شيطاني سال داود من الرب قائلا اذهب واضرب هؤلاء فقال الرب لداود اذهب واضرب هؤلاء وخلص هذه المدينة الناس اللي هيقوتهم داود راحوا قالوا له ازاي يعني نحارب ها نحن ها هنا في يهوذا اللي هي بلادنا خائفون فكان بالحري اذا رحنا حاربنا الاعداء لما احنا خايفين هنا من شاول اللي هو مننا يعني ازاي نروح نحارب الاعداء دي حرب كبيره علينا يقول الكتاب جميل جدا 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 انا بتعلم من الحته دي لما اسمع راي مش ماشي حسب اللي جوايا احترمه وارجع اسال الرب تاني يقول الكتاب فعاد ايضا داود وسال من الرب هو ده الامان اسال الرب مره واتنين ما حد بيقول لي قول لي خلي بالك من الارتباط ده. انت ماشي غلط اسال الرب ما تتشبث بمشاعرك عاد أيضا داود وسأل من الرب فأجابه الرب وقال قم انزل إلى قعيلة فإني أدفع الأعداء ليدك فذهب داود ورجاله وحارب وخلص داود فعلا سكان قعيلة إذن الأمان في الأمور الخطرة أن لا تدخل في أمر خطير بدون استشارة الرب تبقى عندك مسنود بكلمة من الرب ومتأكد أن ده صوت الرب لا تدخل في أمور خطرة ومواجهات خطرة بدون قيادة واضحة من الرب زي داود لما سأل الرب مرتين عشان اللي معاه قالوا له ازاي يعني؟ ما ردش عليهم وقال لهم خلي عندكم ايمان لا ما ردش كده لما حد يقول لك ما تردش وتقول ده انا عندي ايمان قول له طيب حاضر هسال الرب تاني لان الايمان لا يعمل لو انت خارج خطه الرب لا يعمل لو انا عندي ايمان ان انا هفيدك وجاي هنا مش في خطه الرب مش ايماني مش مش هيشتغل مش هفيدك الايمان مرتبط تحقيق الوعود مرتبط بان انا ابى في مشيئه الرب وانت لازم تبقى متواضع تقول يا رب لو انا بره مشيئتك في شغلي ان اني في بلدي في البلد ان اني في الكنيسه ان اني في الدور غير انا عايز ابى في مشيئتك لان لما في شئتك الايمان يشتغل نشكر الرب انه تجاوب مع ابليس في انه خده عشان يظلنا هذا المخطط الشيطاني في صموئيل الثاني الاصحاح الخامس وسال داود من الرب قائلا اصعد إلى الأعداء أتدفعهم ليدي الرب قال له إيه كانوا فين حتة في وادي الرفائيين والأعداء كانوا في ذلك الوقت الفلسطينيين قال الرب لداود اصعد لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك خلاص حارب. في نفس الإصحاح صموئيل الثاني خمسة ثم عاد الفلسطينيين وصعدوا أيضا وفي نفس المكان انتشروا في وادي الرفائيين داود ما قالش خلاص بقى الرب أعطاني انتصار في الحتة دي ومع العدو ده بالهجوم أروح أهجم ما عملش كده ده الغلطة اللي بيغلطوها مؤمنين كتار بالتعود بيتصرفوا مع الشيطان ما عملش داود كده سأل داود من الرب فقال لا المرة دي الخطة مختلفة لا تصعد لا تصعد مرة, مرة قال له اصعد ومرة قال له لا تصعد مع نفس العدو مع في نفس المكان يبقى مش لازم دايما تنتهر مرة الرب يقول لك اصعد وواجه ومرة تانية يقول لك ما تصعدش قال له لا تصعد لو عملت زي المرة اللي فاتت النتيجة المرة اللي فاتت كانت فيه انتصار المرة ده يبقى فيه هزيمة اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى وفقرة اسئلة جديدة عن حلقة اليوم. سؤالنا النهارده عن ابليس في محاولته انه يشغلنا دايما بمديح الناس ويخلي دوافعنا دايما مربوطة انها موجهة دايما ناحية مديح الناس. هل الصح ان الانسان يتجاهل تماما كل اللي بيقوله الناس او مفروض يهتم ايه الحدود وايه الاتزان في المجال ده؟ آه هو إبليس عايز حاجة من اتنين يا إما عايزني أعمل الدافع بتاعي إن أنا أعمل الحاجة مش عشان أرضي الرب عشان أرضي الناس أو عشان الناس يمجدوني يعني أعمل الحاجة بهدف إن أنا أكسب مديح الناس أو أكسب رضا الناس وده يبقى انحراف لان انا الاصول لما بطيع الرب عشان ارضي الرب انا عايز ارضي الرب عايز امجد الرب ليه لاني بحب الرب لما انا هدفي بقى ان الناس تمدحني يبقى انا بحب نفسي يبقى انا شخص شويه في الانانيه فيبقى ابليس خدني بعيد عن السكه الصح ابليس يا اما يخليني اعمل كده يا اما يخليني بقى اعسر الناس يعني ايه يعني ما يهمنيش بقى الناس يقولوا عني ايه. آه لا لان انا آه انا اصول ابا شاهد بشهد للرب بحياتي لان الرب قال كده يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فابليس يا اما عايزني الدافع بتاعي ارضاء الناس وده ممكن يخليني عبد للناس بقى ابقى عايز أرض فلان عايز أرض فلان وممكن فلان انا عايز ارضيه ده عمره ما هيرضى يعني عمره ما هيبقى دايما مش راضي فابقى عايش عبد ليه فده اتجاه او يخليني بقى ان انا مش مهم ارض ده ولا اعمل يخليني بقى ما اهتمش بصورتي قدام الناس فاب معسر ما حققش الايه أي اللي بتقول ان انا امجد الله يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السموات وقال موقف حلو يوضح اللي انا عايز اقوله من حياه الرسول بولس في رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل كرونسوس ودي ايه عظيمه جدا مناسبة جدا للسؤال اللي بتقوليه آية رقم واحد يقول يقول ايه؟ معتنيين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا لأن بولس كان رايح مدينة أورشليم وكان جامع تبرعات للفقراء بتوعت الكنيسة في أورشليم فممكن الناس كان يقولوا أن هياخد الفلوس دي ليه فلا قرر أن لازم يبقى معاه مندوبين من الكنائس اللي تبرعت بالفلوس لكنيسة أورشليم ليه؟ عشان صورته قدام الناس ما ما تتهزش ليه؟ عشان ده خادم لو صورته تهزت قدام الناس الناس مش هتسمع له فالشيطان بقى عايز ايه؟ عايز بول الصورة تبقى وحشه قدام الناس. ده الشيطان هو هنا يقول لا معتنين بامور حسنه ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس ايضا، لكن في نفس الوقت هو مش مش بيودي الفلوس لكن مش ما يعني ما جمعش الفلوس من كنايس اوروبا او كنايس الامم لكنيسه اورشليم عشان الناس تمدحه لا لكن في نفس الوقت مش عايز الناس تفهمه غلط او تتكلم عنه غلط لان ده هيعصر الخدمة وممكن نجيب مثال اخر في رسالة بولس الرسول لتيموساوس الاصحاح الثالث الرسالة الاولى يعني اذا مهم جداً شكلي قدام الناس ده شيء مهم ان حياتي يبقاش فيها حاجه معسره ابقى ناجح علشان اقدم شهاده للرب ان المؤمن ما هو الشخص فاشل ما الناس لو يشوفوك فاشل وانت مؤمن مش هيجوا للرب انت كده بتعسرهم فصورتك قدام الناس دي حاجه مهمه جدا لكن في نفس الوقت ما يبقاش هدفك انك بتعمل حاجه عشان الناس تمدحك وهنا مثلا بيقول ايه لما يجوا يختاروا قائد الكنيسه الاسقف يقول يجب ان تكون له شهاده حسنه من غير المؤمنين من الذين هم من خارج يجب ان تكون له شهاده حسنه عشان يبقى مش معسر عشان حياته تبقى مشجعه للاخرين ما ينفعش قائد الكنيسه يبقى شخص آآ آآ مثلا عبد السجاير شخص مثلا بيعامل زوجته معاملة سيئة ما ينفعش لأنه هيبقى معسر يجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من الخارج وعلشان كده في, في حاجة مهمة جدا أن لما واحد مؤمن في الكنيسة يعمل خطية وكل الناس تعرف يعني خطية تسيء للكنيسة اللي بينتمي ليها لازم الكنيسه تاخد موقف منه ولازم الموقف ده يبقى معلن امام الجميع ليه عشان سمعه الكنيسه ليه واحد يقول لي طب ايه الكنيسه مالها يعني ما, هي ترضى الناس لا بس عشان الناس تيجي الكنيسه لازم ما تبقاش الكنيسه معسره ويقولوا فيها ده فيها ناس مثلا زناه لا ما ينفعش فده الحق اللي بيقول يعني اللي نتعلمه من الكتاب إن يعني لازم نهتم إن احنا نعتني بأمور حسنة تبقى في نظر الناس حسنة، يعني ما أعملش حاجة تعسر حد، و يا إما يخليني مثلاً أوعظ عشان الناس تقول يا عظتي كويسة، أو أقود تسبيح صوت حلو، عايز الدافع بتاعي يبقى أناني ذاتي مش دافع محبة الرب. يا إما بقى عايزني ما أعتنيش بشكلي ولا بمظهري ولا بنجاحي عشان الناس تعصر وما تجيش الكنيسة بسبب الحاجات الوحشة اللي فيا يعني إحنا معتنين بأمور حسنة قدام الناس لمجد الله يعني الهدف هو لمجد الله مش لإنه قد حاجات حسنة قدام الناس عشان هتزورها. تبقى صورتي براقة أو كده يعني الدافع في النهاية برضو هيكون هو اهم شيء بيواجه انا دافعي مجد الله او مديح الناس وهو دي الحاجه دايما الحاجات الحاجات اللي من ابليس ده مفتاح كويس تعرفي فيه ده ابليس ولا لا دايما الحاجه اللي من ابليس ما مش ممكن يكون الدافع بتاعها مجد الرب دا دايما عايزني اعمل حاجه لمجدي انا لمجد الناس لكن مش لمجد الرب طيب امتى ندافع عن نفسنا بقى اه ندافع عن نفسنا لما يبقى هنعسر حد يعني بولس اضطر أن يدافع عن نفسه يعني يبدو في الدفاع عن نفس ان الواحد بيدور على ذاته لا مش شرط لكن... لان بولس لما دافع عن نفسه في رساله كورنثوس الثانيه دافع عن نفسه قال انتوا يعني كاني اجبرتوني ان انا اخد الاسلوب ده بس كان مهم جدا ليه لاني لو ما دافعش عن نفسه الناس اللي خدت تعليم من بولس هتعصر وتشك في كل حاجه في وقت لازم ادافع وفي وقت ممكن ما ادافعش لما احس ان ان عدم الدفاع مش هيأذي مش هيأذي عمل الله لو انا خادم هدافع لي وليه ادخل في في لكن لو حسيت ان عمل الله يحتاج لدفاع مني هدافع بس كمان الروح القدس هيشجعني ان انا ادافع يعني بولس لما دافع عن نفسه كان بقياده من الروح القدس دافع وقال ان انا تعبت اكتر من الرسل وانا ما كانش بيعمل ده عشان الناس تمدحه لا ده كان بيعمل ده علشان الرساله بتاعته تتقبل عشان هو الوقت لو الناس لو في نظر الناس ان هو شخص مثلا بيعمل الخدمه عشان الفلوس محدش هيسمع له طب ما يبقى الخدمه عصرت او الخدمه تعطلت فالمهم زي ما انت قلت الدافع آه يعني أنا بقول لك دافع عن نفسك بس لازم الدافع بتاعك يبقى لمجد الله. آه تدافع عن نفسك ده كتابيا صح؟ آه صح بس لازم يبقى لمجد الله ولما تدافع عن نفسك تبقى مؤمن إن الرب هيأيدك تبقى مؤيد من الله زي لما جت شكايات مثلا على آه آه هارون مثلا الرب أيده لازم لما أنا أدافع لازم الرب يقيدني وزي ما بتقول الآية كل آلة صورة ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه يعني بتأييد إلهي أبطل الشكايات وباسم الرب يسوع لو اللي بيتفرج على الحلقة دي خادم وعليه شكايات والناس بتطلع عليه إشاعات باسم الرب يسوع لازم يبقى عندك إيمان إن الرب يبطل هذه الشكايات يبطل هذه الشكايات عشان خدمتك ما, ما تعقش ما احد طرق ابليس في اعاقه خدمه الشخص ان يطلع عليه كلام مش كويس باسم الرب يسوع تبطل هذه الشكايات سواء بدفاع منك او الرب يسخر ناس يدافعوا عنك سواء بكده او بكده المهم يبقى عندك ايمان ان الشكايات اللي ضدك تبطل باسم الرب يسوع ذكر الكتاب المقدس في سفر الرؤيا لقب الوحش 36 مرة وده بيوري قد إيه إن هذه الشخصية مميزة جدا في أحداث الأيام الأخيرة عايزين ندرس مع بعض من خلال سفر الرؤيا عن هذه الشخصية ضد المسيح أو بلغة يوحنا الوحش آه بس في الأول عايز أقول إن 36 ده يساوي 6 في 6 والوحش مرتبط برقم ستة زي ما بنعرف من سفر الرؤيا أصحاح 13. أه وعدده 666 دي آخر آية. وبيقول هنا من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666، ليه عدد إنسان؟ لأني رقم ستة في الكتاب المقدس هو رقم الإنسان. عشان ستة حاجة ناقصة الإنسان بالخطية ناقص لأن سبعة هو رقم كامل ف والإنسان مرتبط برقم ستة عموما لأن ستة أيام بيعمل والساعة بتاعت اللي بيعيش عليها اليوم أربعة وعشرين ساعة ستة في أربعة والساعة كام ستين دقيقة ودقيقة ستين آه ثانية فإذا ستة بيميز الإنسان بس الإنسان الناقص ليه الإنسان ناقص؟ لأنه بسبب الخطية فهنا آه ستمائة ستة 666 دي معناها يعني الوحش في أو ضد المسيح هو رقم ثلاثة لأن 666 ستة وستين آه آه كأن ستة دي ستة 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 فرقم ثلاثة بيتكلم في الكتاب المقدس عن الاعلان عموما ابتداء من اليوم الثالث كان في اعلان فكان الوحش هو اعلان الاعلان الكامل عن نقص الانسان او الاعلان الكامل عن فساد الانسان بسبب الخطيه اللي فيه وعشان كده أذكر المشاهد العزيز أنه في رسالة تسالونيكي الثانية الوحش ده أو ضد المسيح اسمه إنسان الخطية فهو إنسان هذا رقم ستة والخطية الخطية ظهر فيها أقصى أقصى ظهور للخطية هيبقى فيه ضد المسيح اللي بيتكلم عنه سفر رؤيا اصحاح 13 بكل وضوح. نبدا بقى في اصحاح 13 يوحنا شايف رؤيا ان الوحش ده طالع من البحر، قلنا قبل كده ان البحر يتكلم عن الامم عن الامم والامم المحيطه بالبحر الابيض المتوسط، ده البحر في الكتاب. دايما الحديث عن البحر الكبير اللي هو البحر الابيض المتوسط فهو من واحد من سكان البلاد المحيطة بالبحر الأبيض وله سبعة رؤوس وعشرة قرون العشرة قرون أغلبية المفسرين بيقولوا دي رمز لأنه هو هيبقى أساسا الزعيم الأوروبي أو زعيم الاتحاد الأوروبي لأن أوروبا فهتبقى في الوقت ده عباره عن اتحاد كونفدرالي بين عشره جمهوريات او عشره ممالك او عشره شعوب هو سيقود دول وله سبعه رؤوس في ناس بقى من المفسرين بيقولوا ان رقم سبعه هنا بيعبر عن الكمال فهو ده يبقى كمال الشر الشر كاملا سيظهر في ضد المسيح اللي هيحكم أوروبا ثم العالم في نهاية الأيام في ناس تانية بتقول أن سبعة رؤوس دول إشارة إلى السبعة ممالك اللي مذكورين في الكتاب المقدس بصورة واضحة مملكة فرعون المملكة بتاعة مصر يعني واخد منها وكمان مملكة أشور مملكة بابل مملكة فارس ومادي مملكة اليونان والمملكة الرومانية ثم مملكة الاتحاد الأوروبي اللي هي الإحياء للمملكة الرومانية يعني هيبقى فيه كل حاجة كل فنون السياسة هتبقى موجودة فيه واخد من الفراعنة واخد من الأشوريين واخد من البابليين واخد من الفارسيين ف وآية اتنين تؤكد هذا لأن بيقول الوحش الذي رأيته كان شبه نمر ورجليه رجلين دب وفمه وفم أسد فدي أوصاف آآ زي في دانيال آآ زي في دانيال بالظبط النمر بيتكلم عن الإسكندر الأكبر ومملكة الامبراطورية اليونانية الدب بيتكلم عن امبراطورية ماد وفارس الف... الاسد بيتكلم عن بابل, بابل وبعدين نلاقي يقول لك واعطاه التنين التنين ده نفهم من الاصحاح اللي قبله ان ده بيتكلم عن ابليس وهنلاقي احنا كنا بنتكلم على رقم سته هنلاقي كلمه واعطاه 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 في هذا الاصحاح هنلاقيها كم مره؟ ست مرات في عدد ت... اثنين في عدد أربعة في عدد خمسة خمسة تجمعهم على بعض سبعة, سبعة أتلاقيهم ست مرات لأن يعني دي تأكيد للإسم بتاعه اللي في... والرقم بتاعه اللي هو ستمية ستة وستين الشيطان أعطاه يقول لك وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش وسد وسجدوا للوحش يعني اذا الوحش في نهايه الايام هيعلن يعني نفسه اله والناس هتسجد ليه وبعدين يقول ايه الكتاب هنا انه وأعطي سلطانا على كل قبيله ولسان وامه فسيسجد له جميع الساكنين على الارض ما عدا المؤمنين عشان كده يقول لك الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح يعني كأن العالم ينقسم أغلبية هتقبل أنها تتعبد لهذا الشخص لأنه هيطلب منهم كده وإلا هيضيعوا والأقلية اللي هترفض التهديد مش هتسجد ليه لن تسجد لهذا الشخص ضد المسيح ده كانه واضح انه ده هيبقى وقت واضح جدا مين المسيح ومين اللي هو مش للمسيح بكل تاكيد واضح جدا وعايز اضيف ان هو هنا ضد المسيح ده احنا بنتكلم عنه هيعمل حاجه عكس تماما اللي عملها الرب يسوع نعمل مقارنه هنا اعطي انه سلطانا يعني يحكم على كل قبيلة وعلى لسان وأمة، هو ضد المسيح هو العكس تماما عكس المسيح تماما. المسيح الإنسان لما ظهر في الجسد نراه الإنسان الكامل زي ما هو الإله الكامل في نفس الوقت. ده بقى الإنسان الناقص ونرى فيه الشيطان، يعني الشيطان مع في الإنسان الناقص جدا. إيه بقى المقارنة؟ أقول لك عزيزي المشاهد تقارن معايا بين إنجيل متى الأصحاح الرابع الشيطان راح يجرب الرب يسوع في متى أربعة وقال له إيه؟ خد الرب إبليس خد الرب يسوع إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها والشيطان قال له اعطيك هذه جميعا. هتاخد بقى المجد بتاع البابليين ومجد الفارسيين ومجد اليونانيين و وديك انك تسيطر على كل هذه الممالك، ده الشيطان بيقول للرب، الرب رد عليه قال له ايه؟ بانتهره، قال له اذهب يا شيطان، لانه قال له بس بشرط انك تسجد ليا. أعطيك هذه جميعا إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان انت العمل الرب يسوع ده عكسه تماما هيعمله الراجل الحاكم ده اللي هو الوحش اللي هو ضد المسيح ده الرب يسوع رفض ان ياخذ السلطان على العالم من ابليس ده بقى هيقبل السلطان هيقبل ان ياخد من ابليس انه لان ابليس رئيس هذا العالم اله هذا الدهر هيقبل منه اللي رفضه الرب يسوع الرب يسوع رفض ان يملك على الناس بهذه الطريقه عن طريق الرب عايز يملك بالدم بالصليب ده موضوع هام جدا انما هنا ضد المسيح ده قبل من الشيطان مقابل ايه بقى في مقابل ان يحقق قصد الشيطان في تدمير المؤمنين وتدمير الشعب اليهودي اللي هيبقى موجود في ذلك الوقت. الايه بتقول هنا انه اعطي سلطانا على كل قبيله، شوف حط كلمه كل كل بلا استثناء قبيله ولسان وامه فسيسجد له هنا كل الناس هتسجد ليه عكس اللي عمله الرب يسوع الرب يسوع قال للشيطان ما ينفعش مفيش ما سجود للبشر الرب رفض السجود للشيطان هنا ضد المسيح عايز كل الناس تسجد ليه يعني ما تحط الاثنين جنب بعض زي ما تحط الابيض الناصع جنب الاسود القاتم واضح إنه موضوع مهم جدًا هنكون بنكمل عنه في الحلقة القادمة. سمعنا النهاردة في الحلقة إزاي إنه أحد طرق الشيطان إنه يدمر حياة الإنسان بس يجي بطريقة ملتوية جدًا إنه يجي بصور التدين ويخدع هذا الإنسان. ويخليه يستمر في حياة شكله أنه مقرب من ربنا شكله أنه يعرف ربنا شكله أنه فعلا عايش حياة التقوى لكن في الواقع هو إنسان مخدوع عايش على بر الذاتي عايش بدون ما يكون شخص حقيقي عايش بدون ما يكون بيختبر الرب يسوع أنه يجي يخلصه وعشان كده عزيزي المشاهد وإحنا بنيجي عند نهاية الحلقة نفسي أشجع كل شخص أنه يتأكد أنه حياته ما خداع وببساطة أنك تيجي وتقبل الرب يسوع كمخلص شخصي كرب وسيد على حياتك وتقول له يا رب أنا بدونك لا أقدر أن أفعل شيء يا رب أنظر إن كان في طريق باطل يا رب أنظر لو في خداع في حياتي أنا مش مدركه تعال يا رب وديني إن أنا ما يكونش في حياتي أي صور للتدين صور المخادعة لكن اديني ان انا اكون شخص حقيقي متكل على عمل الدم السمين متكل على عمل الصليب انك انت اللي بتنقذني انت اللي بتحررني انت يا رب كده اللي بتخلصني عزيزي المشاهد ايه رايك لو النهارده تيجي تصلي من كل قلبك وتيجي وتتضع قدام الرب وتتنازل عن كل تقوى وكل بر ذاتي وكل اعتماد على نفسك انك تقرب للرب تعال النهارده وصلي لانك انت محتاج لمخلص انت محتاج ليسوع في حياتك انت محتاج انه هو اللي يديك القداسه اللي من عنده انت محتاج انك تتخلص ولا تعتمد على اي صور لمديح الناس تعال صلي معايا هذه الصلاه يا رب انا باجي لك من كل قلبي باجي يا رب كده وبطلب انك انت تحميني من اي خداع ممكن يكون في حياتي انا باجي يا رب كده وعايز اكون شخص حقيقي متكل على عمل الدم السمين متكل على عمل الصليب انا بتوب على الحياه الماضي بتوب على الحياه كنت معتمد فيها على ذاتي ودراعاتي معتمد فيها على تقويتي وبري انا باجي النهارده وبعلن عن احتياجي الشديد لمخلص محتاج ليك يا رب انك انت تيجي وتغسلني بدمك تعال يا رب كده ادخل جوه حياتي انا ببتدي حياه جديده معاك علاقه حقيقيه ببتديها من النهارده في اسم الرب يسوع واصل انك تقبلني كما انا مش هحاول اجمل في نفسي مش هحاول ان انا اعتمد على قوتي وقدراتي لكن انا باجي بترمي عليك انت واثق انك بتقبلني في دم المحبوب يسوع امين الرب يباركك ويكون معاك والى حلقه قادمه في الحلقه القادمه من برنامج الشيطان تحت الاقدام الرب بيخلي الشيطان ينتصر لدروس نتعلمها لرفع الايمان لكن سيحسم ستحسم الامور ويعود الرب يتحكم في الاحداث ان الثلاث سنين ونص دي كانت اساسا مده عقاب عشان الشعب يرجع للرب لان هنا في الوقت ده الشعب اليهودي ده ده الوقت اللي الرب هيتعامل فيه مع الشعب اليهودي طيب سؤال سريع عشان وقت الحلقه إيه لما بيكون في اعمال واحجبه هل لازم نلاقي الاعمال دي ونحرقها او الاحجبه عشان تحصل حريه بالفعل؟ تابعوا معنا والشيطان تحت الاقدام